شريهان انت نمتي؟ اه. امال بتردي عليا ازاي؟ هو انا كده برد وانا نايمه. طب بقولك ايه؟ تفتكري الفلوس بتاعت جدو ميكي قد ايه؟ يعني مش اقل من 100,000 جنيه. ايه الرقم المتخلف ده؟ ده ماما ميمي بتقول انه كان مالتي مليونير. ازاي يعني مالتو مليونير؟ يعني ما ينفعش. يعني كان عنده مليانات كتير قوي، كان عنده فلوس زي اللوز. الرز. ايوه صح، الرز ممكن يبقى عدده اكبر. طب يلا يا عروسه يلا نامي عشان هنصحى بدري. اوكي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيلي مالك يا نيلي، انت طلعتي مجنونه ولا ايه؟ ما تخافيش انا بعمل مديتيشن. ايه الكومبينيشن ده؟ طب اجري اجري بسرعه على الحمام لحسن تعملي كومبينيشن على الملايه تغرقيها. يا بنتي مديتيشن مديتيشن، يعني عارفه اليوجا والحاجات دي؟ طبعا عارفاها، بتاعت صباح الخير يا مصر. هوب 2 3 4 مشط 2 3 4 شد 2 3 4، مش هي دي؟ مبدئيا اليوجا مش هوب 2 3 4 خالص، اليوجا دي حاجه تانية والمديتيشن حاجه تالتة، بس انا قلت لك عشان هما الاثنين من نفس السكول يعني. ايوه اللي هو ايه يعني؟ بصي مديتيشن يعني التامل، يعني ان انت تركزي كل افكارك واحاسيسك في بوزيتيف ثوت، في حاجه ايجابيه، وتفضلي تركزي 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 قوي لحد ما توصلي للزيرو ثوت وتبقى دماغك فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طب ما انا اساسا دماغي فاضيه ما فيهاش اي حاجه من غير ما احزق بالزيرو ده. مش قصدي فاضيه استافها كده، قصدي فاضيه يعني كلير، صافيه، عندك سلام داخلي، ريلاكست، لحد ما اللي تتحكم فيكي وترجعي لها في كل حاجه نفسك العليا. يا حبيبتي يا نيلي، انت طلع عندك عليا ومخبيه علينا طول الفتره دي. فكرتيني بنشوه. الله يمسيكي بالخير يا نشوه، كانت عامله زيك كده بالظبط، بس هي بقى كان عندها عليا وسفلى، بس دي اللهم احفظنا نص شعرها اليمين وقع وكلت عيالها. والله يبارك له، عم عطيه خادم الجامع هو اللي طلع منها العليا والسفلى كله. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ انا ما عنديش عفاريت. صدقيني يا نيلي انت مش حاسه بنفسك، هو ده قرينك، قرينك اللي جواكي اللي كان بيضحك زي نشوه بالظبط. لو كنت ببقى قاعده معاها في الكافيه فجاه الاقيها بتضحك، بس الضحكه بتاعتها ايه بقى؟ ايه خشنه؟ ايه ده السفلى عشان انت العليا. يا حبيبتي انا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الضحك، يعني ان انا افضل اضحك اضحك قبل ما انام عشان اطلع كل النيجاتيف انرجي اللي جوايا، ولما اصحى برضو اضحك قوي عشان اخد بوزيتيف انرجي. على فكره الاكسرسايز ده لو قعدتي تعمليه لمده 3 شهور انت مش فاهمه الناس هتقول لك ايه. كل حد هيشوفك هيقول لك شريهان ازاي حلويتي كده، ازاي وشك بقى منور وجلوينج كده. 3 شهور حلو فيهم؟ ايوه. ده انا لو وظبت اسبوعين بس على ماسك جنين القمح مع صفار بيضه هيبقى وشي بدر منور كده، هبقى شبه مدام ميادة الحناوي. شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك، من فضلك نامي بقى واطفي النور، فصلتيني. حيوانه. انت بتعملي ايه؟ بعمل كومبينيشن. مش قادر يا نيلي اعمل بيبي. يا هبله يا بنت الهبله. استنوا بقى لما اكلمه. الو. ايوه يا عبد العزيز، انت في المينا؟ احنا واقفين عند البوابه اهو. خد نيلي عايزه تكلمك. انا مش خدي خدي. ايوه يا زيزو، انت كمان وحشتني قوي. احنا مستنيينك. Can't wait to see you. ده مش فرنساوي على فكرة، ده انجليزي. باي. لزج وغبي ومشل ومعصب. بصي يا نيلي، احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوه وانت تفضلي مع عبد العزيز. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ تسيبيني مع عبد العزيز ده يعني ايه؟ انت عارفه لو حد عرفه شافني وانا واقفه معاه وافتكرني صاحبته هيبقى شكلي ايه؟
ده اللي همك؟ لا بقولك ايه، انت لازم تفكي كده، لازم تلهيه عنينا عشان ندخل ندور على الفلوس، والا هنلاقيه بينطلنا كل شويه ويشوف احنا بنعمل ايه. لازم تميني مع الراجل وتدي له ريق حلو، وما تسالينيش يعني ايه ريق حلو عشان مش عايزه اعرف. ما انا مش فاهمه يعني ايه ادي له ريق حلو. يعني تاخديه على حجر كده. اخده على حجر ايه حيوانه انت يا ستي؟ انت فاهمه غلط على فكره، هي مش قصدها اي حاجه عيب، هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قاسيه وممله، فانت يعني تدلعي عليه وتتهاوني وتوري له مثلا حته من الكتف، حته من السمانه، حته من الوسط. ايه وسمانه ايه يا قليل الادب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي انسانه محترمه، مش معنى ان ابوها محبوس معنى كده انها تبيع نفسها. ابيع نفسي ايه؟ متخلف انت كمان يا جماعه، انتوا فاهميني غلط على فكره ومكبرين الموضوع. انا قصدي يعني اننا مش عاملين كل دهوت عشان الفلوس. خلاص ما تجوش بقى دلوقتي وتعصلكوا، خلاص خلي خطيبتك بقى تبين الدبوش والسمانه. ولا مالكش دعوه بخطيبتي ولا بدبوس خطيبتي. وش معنى انا؟ مش معنى تحب بقى اقول لهم بقى مين امبارح اللي كان مبين ورك وصدر ودبوس؟ عم سوبرمان. بس ايه اللي حصل امبارح؟ تخيلي يا نيسان اللي واقف على طرف السرير ومصمم انه هو بس مفيش حاجه حصلت امبارح. هتبيع نفسك؟ اكيد مش هبيع نفسي. وما تتوهش، ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش بتوه، انت اللي بتتوهي عشان انت عايزه تبيع نفسك. بس خلاص عبد العزيز جه اسكتوا. حتى مشيته كارثة، شاروخان قوي. وبعدين هو لابس نظارة ليه بالليل؟ عامل ليزك؟ يا سلام، هتبقي زوجة رجل مهم. يا انت قاعدة قدام عشان تبقي أول واحدة تشوفيني. شفت بقى؟ طب خشي. انت هتعمل ايه؟ هقعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعة ورا. هو عشان ما تزنقش الجماعة ورا هتقعد على رجلي؟ لا يعني انا سفيف، بس خديني جنبك. سفيف ايه؟ هو ميكروباص؟ انا اسف معرفش انها واخده اتنين قدام، هقعد ورا وعيني عليكي. اوكي خش جوه بس عشان نزل قريبا. ادخل يا سامي. اهلا اهلا. افتح يا ابني. الفل على الباشا. بس هنا يا استاذ سيف. بس اتفضلوا. ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه. متشكرين قوي يا عبد العزيز، تعبناك معانا. خليك انت بقى هنا عشان تراقبنا الجو لو في حاجه تقول لنا. وانت يا نيلي خليكي هنا مع عبد العزيز عشان تونسيه. طبعا انا تحت امر عبد العزيز. طب يلا يلا بينا. هتبيع نفسك يا نيلي؟ بس بقى بطل. خلاص ما تزبلوش العربية. اوكي يلا امشي. شريهين خلي بالك على الجاكيت بتاعي، اوعى يحصل له حاجة. هاي زيزو، تحب أونسك هنا ولا أونسك في العربية؟ والله سؤال محير، أخاف أقولك ونسيني هنا يطلع الونسة في العربية أحلى، أخاف أقولك ونسيني في العربية يطلع هنا أحلى. طب ما تيجي نجيب العربية هنا وتونسيني هنا في العربية. أنا مش فاهمة منك حاجة، تعالى ترمي هنا. الحلو وقع يا معلم. ممكن تبعد عني شوية؟ يا سلام من عيوني. لا يعني خلي فيه سبيس بيني وبينك، فاهم يعني إيه سبيس؟ أيوة فاهم طبعاً، ما أنا عندي كمبيوتر، سبيس يعني مسطرة. المخزن اهو. يلا يلا. الكنز بقى في انهي علبه في العلب دول؟ وريني كده. حياتي الكونتينر اللي مرسومه في القصه مكتوب عليه رقم 19، يعني الكنز في كونتينر هنا مرسوم عليه رقم 19. لا لا لا، احنا ندور على المكتوب عليه رقم 19. انت غبي؟
ما انا لسه قايل كده، ما تعملش نفسك ذكي، انت غبي. غبي بس عملي، انت عمال بتتكلم بس. يوه، احنا جايين ندور على كنز، يعني مش فاضيين لعب العيال ده. يلا. يا سيف. ايه يا عم خضتني؟ انت خضتيني. ممكن تشيل الكشاف ده من على وشك عشان شكلك مرعب قوي. بتخاف؟ بس ما تخوفنيش، ما ترعبنيش، مش ناقص انا. طب بقول لك ايه، لقيت حاجه؟ لا ما لقيتش اي حاجه ولا انا. طب فين هاني؟ مش عارف. هاني، هاني، انت يا زفت. ايه، لقيتوا حاجه؟ لا. وانت؟ لا مفيش حاجه. طب كملوا كملوا. ماشي. بس انا واخد على خاطري يا بت يا نونة. اولا انا مش بت ومش نونة، يعني ايه واخد على خاطري؟ يعني نفسيتي تعبانة. Good for you. خدت والله، خدت good for you وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو، هو إيه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وانت ما تقبليهوش. أنا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش أنا أسفة. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. أبص على إيه؟ الكومباوند. انت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ آه معروف. واللي على انستجرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. أما اللي بنسكن فيه اسمه ايه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتح الكومباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحزان. الف سلام عليك. فيصت ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. يوه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استنيه ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك يا ده انت. يا ما انت لسه شتمه جدك من شويه. ادعي على جدي واكره اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت. انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز، كنز. شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامله ازاي. ياد ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زورز. كونتينرز مش كناتر. ياد كناتر ياد، مالك طاري كده ليه؟ كناتر زي الكناتر الخيرية. حلو يا سوسو. هاني، شريهان، تعالوا شقلبوني. نعم. بقول لكم شقلبوني. شقلبك ده ايه؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل، الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه، تعالى شقلبك عشان تفهم. تعال. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك، الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم، انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم اللي موجود في القصه زي كل الغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس. يس.
والدنيا بص بص وانا وانت يا حبيب يا حبيب ونقوم الليل وبس الجو هاد يا ما تكبتي هاد بس نديك على وشك وانا وانت يا حبيب يا حبيب ونقوم الليل وبس ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ اخش اطمن عليهم يلا نقص الفيديو ازيها؟ حبيبي ونقوم الليل وبس وانا وانت يا حبيبي ونقوم الليل وبس بس مش الدرجات برافو برافو يا هاني ايوه برافو جدع يا هاني يلا يلا لا انا مش قادر ادخل ليه اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه بقول لك ايه مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه هي صوبيا الرحماني بس لا في صوبيا في حاجات كتير تانية حلوه بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني اللي في السيده اللي في السيده بقى لا وفي في تاني واحد تاني في شارع المعز اه ده عنده حلو خلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى وانا كنت في الاساس مش لوحدي بقى كان معايا ايه بقى واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر سبحان الله وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها بص هنا حتى هتلاقي حرق كده هو اهو لا مفيش حرق في ريحه خميره ما احنا كنا عاملين كيك اقسم بالله لو ما سكتوش اديكم بالجزمه دي على دماغكم وانت ياض يا سيكي ميكي انشف شويه يلا ادخل حاضر يلا ما تخافش ما تخافش يلا لا يلا ايه يلا خش لا ما تخافش ما تخافش واحده 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 يلا يا هاني ايه تعالى دور في الصندوق ده انا خايفه حاضر حاضر الحق ايه المكان مطرب قوي ما لازم يبقى مطرب انت بتقول ايه يا ابن انت شوف كده الصندوق اهو شو شو اه فستان الفرح اهو بس تغسل بس هيبقى كويس ايه ده ايه لقيتي حاجه مفيش كنز وفي ده يلعن ابو كده يا شيخه ما تلبي نفسك يا ده انت لا هو مش قصده هو كان قصده يقول بس يعني ان جدك خايف قوي ما تحترم نفسك انت كمان هو ما يقصدش قصده ان جدك ده ما بس بقى يا ده انت وهو وخلينا اتنايل احل الكلمات المتقاطعه يا ربنا يسامحك يا جدو خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه ايوه سمعت في حاجة انا ما سمعتش حاجة ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة ايوه لا بقى
شفت حاجه صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجه بتعدي. يبقى بيتهيالك. يبقى ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجه. انت كذاب على فكره. هنخلص النهارده؟ هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا يا اخويا، 7 ايام اجي لها الكل، عايز انقل الواد اداره تانيه ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح. ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقولك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتك كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينه. تاخد تشطف التمساح وتسكت شويه حبيبي يا لاكوست. ها يا امي، فهمتي حاجه؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعه دي ان الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريبة، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا دي زريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدو يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده فين؟ فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته؟ لا يلا. انا قتلته؟ انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده؟ لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. اتحرك اتحرك، هاني استنى هاني. محلي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض، اشرط عليك شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايز اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكره قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقه النت وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو، انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربة عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه ايوه يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده، هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟
ما عايز بس يعني الحجة تقابل الحج. مين الحجة ومين الحج؟ الحج أمي تقابل الحجة بوكي. أنت عايز تقابل بوبي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعة. إيه ده؟ أبوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه؟ كنت أوصي عليها أبويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي. باي. باي يا عسلية. خفش يا سيدي. اهدى اهدى. على السلامة. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق؟ لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق؟ عارف والله عارف. والراحة عليه. تنسيش تعملي لي متابعة على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي! يعني مؤاخذة هما حلوا الكلمات وبعدين قالوا قصة؟ مظبوط سعادتك. اه. ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة، القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. زيدي النبي صلاة. عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة؟ أنت بتنيب نختك يالا؟ ايه القصة على طول يا مؤاخذة قولها؟ أنا آسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي أصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جواز أمه. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. إيه حصل إيه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. طبعا. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضح محلولة مغزى. خلاص ازاي ساعتك ومحلولة ازاي؟ نروح مغزى الجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ عرفها. ايه اللي عرفها؟ مؤاخذة عز المعرفة. لا بقى معرفش حاجة. معرفش. متعرفش ازاي بس يا عم بندق؟ ده احنا قلنا انت اللي هتجيب لنا الخلاصة. انا قلت معرفش بقى وما تضغطوش عليا اكتر من كده. انا مش هقول اي حاجة. طب وبعدين ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف. احسن. وان شاء الله مش هتعرفه. عشان تبقوا تروحوا بورسعيد وتخشوا عليا كده وايديكوا فاضية. احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي؟ طب ده المرحوم الله يرحمه ويبشبش التوبة اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قرية النورس، وكان يجيب لنا ام الخلول بالكيلو بالاتنين كيلو، ومنين ما نقعد بقى اشري 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 اشري. انا مش مصدقة ذكرياتك المقرفة دي. دي مش حاجة تفتكريها وتفتخري بيها على فكرة. يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول ميعاد زيارة لعمه عشان نسأله. طب افرضي رحنا وطلع مش عارف حاجة. ما تفوليش في وشنا يا بنت انت واسكتي. انت بتعمل كده ليه يا عم بندق؟ في ايه؟ يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اصلي جده ميكي كان يقصد بالجدة بطة الأستاذة فاطمة النقراشي. انت موطي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك. لا لا ما تشغليش بالك انتي بالحاجات دي، خليكي بس مركزة مع شعرك الحلو ده. بقولك ايه، ما تقوم افرجك على الكرتون على حرب البلابل انتي بتحبيه. يلا يا حلوة خدوا راحتكم بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن يفوتك. يلا كمان متجوزها؟ مش كفايه مدوخنا وراه باللغز بتاعه ده؟ طب ايه حكايه بطه دي؟ دي كانت نزوه في حياته. اصل في حبه ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطه احتوته اتجوزها سنه. كانت احلى سنه في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في البجله هديه بتاعت الشبكه بتاعتها. العقد ده اصله اثري، ده بتاع الاميره فوزيه.
طب هو انت عارف هي ساكنه فين بطه دي؟ اه طبعا عارف. كان هنا الجد بطة ساكنة في سيتي ستارز؟ لا البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا أولاد ذكريات. البيت ده كان جميل جدا جدا وليه جنينة كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا وفي كشك وكلب كلب صغير اسمه كان تملي. أنا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمة الجميلة دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانة دي. مش ممكن بلد كلها بقت غابة من الخرسانات. هو أنت آخر مرة جيت هنا كان إمتى عم بود؟ من 40 سنة بعد العبور على طول. اوكي طب نسال مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين. جيران مين يا حبيبتي؟ بيقول لك ما جاش من 40 سنه يعني اصلا ما كانش في مدينه نصر. طب هنلاقي فين الجده بطه دي؟ هو انتوا عاوزين الجده بطه نفسها؟ امال ايه يعني؟ الله ما تروحوا لها دار المسنين. دار المسنين؟ ايوه ما قاعده في دار المسنين. ايه ده؟ طب انت ليه ما قلتش من الاول انها في دار المسنين؟ ما انتوا قلتوا عاوزين بيت الجده بطه، جبت لكم بيت الجده بطه، انتوا لو قلتوا عاوزين الجده بطه نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا انا عاوز الاسئله مباشره ومحدده، اجاوب انا على طول. اه واضح ان مش جده بس هو اللي حابب يلففنا، تبعت لنا عم بندق كمان عشان يشلنا. طب انت تعرف فين دار المسنين دي؟ ايوه طبعا. ربنا يستر. انت متاكد ان احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطه دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متاكد، ده انا اللي موصل ستي فاطمه هنا في دار الشيفه بنفسي. ثانيه واحده، دي دار المنى. ار يو شور؟ واتفر يا بنتي. ايه ده؟ مش ده عم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت عم دهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذه زياره يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق حبايبي يا مؤاخذه كتير. انتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بورسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشيء. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ وانتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى افتح العربيه. مؤاخذه اصل بسيب مفتاح العربيه معاه عشان اما اجي داخل مثلا مفاتيح العربيه يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربيه معايا عشان انا مش هستناك في العربيه عشان الدنيا مش شمس. روح الحته اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربيه عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في اي مصيبه، توكل على الله. حاضر يلا. وانتوا جايين تعملوا ايه هنا يا بنات؟ احنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزيارة. زيارة ايه؟ مؤاخذة انتوا مش تقولوا جايين تشوفوا المكان؟ ما انا اقصد زيارة المكان كده اهو. طب ماشي، اروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده، مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي. اسم الله قوي. هي دي الأوضة يا بنات؟ مدام بطة. ألف مليون سلام عليكي، مالك؟ إيه اللي حصل؟ حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف. بندق، أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلا أهلا أهلا. ازيك؟ اهلا مدام بطه. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي يا حبيبتي، دي مدام ايفون.
زميلتي هنا في الأوضة غلبانة قوي، دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول، بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول أحفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس، بلاش فضايح. ميكي ده أكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي أنا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق، يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام إيفون زميلتي بالشفا. يا حبيبتي زميلتي هنا في الأوضة، ها أصلها غلبانة بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام إيفون الدكتور كتب لها الدواء كل 3 دقايق. معرفش ولا شفت رشيتها. بندق، ازيك يا بندق؟ مين دول، بناتك؟ لا دول أحفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس أنا زعلانة منه. زعلانة منه ليه بس يا حاج؟ حاجة؟ حاجة ايه يا جربوعة انتي؟ مين دي؟ دي جربوعة تبقى حفيدة ميكي بيه. قطيعة، ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام إيفون زميلتي هنا في الأوضة. مش عايزة غلبان. لا بقولك ايه، لا هتاخدي مش يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي 2 المرة دي. يا جماعة دي بتقتلها بتقتلها الحقوق. كفاية كفاية كفاية. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول، بناتك؟ بناتي أنا وشيرين، وأنا جيبه مين عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسألك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع ايه؟ العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو؟ ما انا قلت العم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا عاوزين نعرف منك انت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف ايه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا العقد فين. وانت مالك انت ومال العقد يا حراميه يا بيئه يا جربوعه، انت مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس يا حاجه بطه، ما فيهاش حاجه يا جربوع زي بناتك. انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا بره. انا بندق انا بندق بندق. يا حياتي عليك، ازيك؟ بندق كويس جدا الحمد لله، واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اداكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟ طب ما تقولي كده من الاول. متحف المجوهرات الملكيه، ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه. يا حياتي دي مدام ايه؟ حبيبتي افتحي بقك. يلا ايفون ما تغلبيش. بقولك ايه، الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تقفر، دي سفت نص الشريط. لا ما تخافوش، احنا بدلنا الدواء بايمان دام. ايفون يلا، دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انت مين، مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا رحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انت قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي. لا مؤاخذة يا هوانم، الشنط بس عايزين نفتشها. اوكي. لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي ايه ده، جايبه سندوتشات بس اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت. ما تيلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس يا قنبله، خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. ماشي، انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي، ما كله زرع هو ورد اهو. وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه، المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده، اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحريقه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد، وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده، فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده، ماشي، حط خد منديل اهو. ايه 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 وكاله من غير بواب. في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول؟ ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ ما
معكش حاجه كده او كده، معادن لانشون او اي حاجه؟ ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما بتتشك اهو يا بيه، معاك ممنوعات. انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار يا بيه. لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. انت لمد قوي، اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيتسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا ليميت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب تدخل الليمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بس السقف تحفه ازاي؟ واو. بص بص الله، جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف، احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده؟ لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضة الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلوك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوشو، بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكه دي بني ادمه يعني؟ كان عندها قايمه مسجله فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبه القايمه مع امها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السيني والاركوبال بتاع الملكه. ايه ده؟ الملكه كانت بتلعب اكروبات؟ اكروبات؟ الملكه كانت بتلعب اكروبات، كانت بتشعل على الترابيز. عارف الترابيز؟ البنج. بنج ايه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. ايه ده؟ هو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جالي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه؟ وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده، انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى، لحسن هيسرقوا منك اللغه كده، هيلقطوها. جايز العقد ده حلو، بس بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه، تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبوظ. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. متخافش يا عم، مش هصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده، مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا بره، اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكوا. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانيه فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي الصوت اللي بره ده، ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف. عشان خاطري اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد، مش قادر اسرق. خلاص بالراحه يا الواد بالراحه.
هو ده اللي انا حبيته. كفاية انه هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حل. اوكي watch and learn. يا نهار اسود الامن جاي هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. je ne connais même pas cet imbécile. vous pouvez le prendre si vous voulez. il sait tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزيه عشان لابسه برنيطه؟ انا كمان مش مصري لكن اخاب مصر كتير. وخيات الحسين اسمعوني انا كوستا كوستا اليوناني. رين تليليلين تليل انا كوستا اسمعوني انا عايز الكونسول بتاعي انا كوستا اليوناني. يا نهار اسود.